في المباراة الأخرى اليوم هجر ونجران، هجر نجح في الفوز بهدف دون مقابل. نتابع. استقبل فريق هجر نظيره نجران على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة 15 من دوري زين السعودي. اللقاء بدأ سجالا بين الفريقين لتشهد الدقيقة 8 بداية الخطورة عن طريق اللاعب حسن الراهب، ليأتي الرد الهجراوي مبكرا بهدف أول في الدقيقة 11 بإمضاء اللاعب سعد اليامي. نجران وسجل الهدف الأول سعد اليامي، أول وصول لهجر، اليامي يسجل أول أهداف المباراة. بعدها حاول سفير الجنوب تعديل الكفة بتسديدة قوية ضلت طريقها للمرمى، لينقضي الشوط الأول بتسديدة هنا وهجمة هناك دون أن يتمكن النجرانيون من اللحاق بمستضيفهم. الشوط الثاني بدأ أبناء الأحساء بمحاولات لمضاعفة النتيجة، لكن النجرانيون كانوا أكثر إصراراً، إلا أن محاولاتهم اصطدمت بالحصون الأحسائية. 45 دقيقة من الضغط النجراني، وفي الرمق الأخير من اللقاء حاول أبناء نجران تعديل الكفة، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليختتم أبناء الأحساء اللقاء بهجمة خطيرة. أعلن بعدها خليل جلال نهاية المواجهة بهدف وحيد لمصلحة هجر. ألف مبروك لفريق هجر، حظا وافرا لنجران. هذا الهدف، الهدف الوحيد الذي جاء في المباراة اليوم، جاء في الدقيقة 12 اليوم 12 شهر 12 2012. الزملاء ربما التقطوا هذا الأمر، نتابع تفاصيل هذا الهدف مرة أخرى مؤرخا باللحظة بالدقيقة واليوم والتاريخ الذي جاء فيه. مرتدة سريعة يلعبها، اليوم يحطها، نجران وسجل الهدف الأول سعد اليامي، أول وصول لهجر، اليامي يسجل أول أهداف المباراة. هدف مميز، يبدو في تاريخ مميز محمد، لا ما شاء وثلاث نقاط مميزة والتقاط جيد صراحة في هالوقت. أعتقد يمكن هجر الآن من يمكن أفضل مباراة أنه يحرز فيها الثلاث نقاط هذه، لأنها بتعزز موقفه كثيرا، خاصة أن الشعلة بكرة في مواجهة يعني حتى تضع الوحدة في حمل ثقيل. تعرف الوحدة الآن أصبح يعني على مقربة، قدم في الأولى وقدم في الممتاز صراحة، ومباراة القادمة مع الشعلة بتضع يعني الشعلة في محك. أنا أعتقد أن هجر اليوم مباراة رغم أنه فاز لكن ما كان بالصورة الإيجابية صراحة، تابعت بعض اللقطات للفريق لم يكن مقنعا لدرجة كبيرة، وعلى العكس نجران في الشوط الثاني كان فريق منظم، فريق جيد، لكنه خسر المباراة. أنا أعتقد أن هجر بهالفوز ينتظر بشغف مباراة غدا بين الشعلة والوحدة، لأنه خسارة الشعلة بتعزز حظوظه أكثر في المناطق الدافئة. طيب كابتن، لا شك فريق هجر يعني كسب ثلاث نقاط ثمينة كان بحاجة ماسة إليها، رغم لو لاحظنا أن الظروف اللي الإصابات والإيقافات اللي حصلت للفريق كانت يعني كفيله انه يعني يكون في المراكز المتاخره، ولكن بكسب اليوم فريق نجران فريق منظم، من الفرق الصعبه يعني كسبت فرق كبيره ولدي لاعب مميزين، ولكن
يعني رغم تقديم المستوى الجيد ما شفع له بالنتيجة، لأن النتيجة ذهبت إلى هجر اللي يعني ما هو فاجأنا، يعني هجر قدم مستوى بقى من الأندية اللي يعني كافحت، والأندية المكافحة اللي تريد أن تكون في مناطق الدفء. أحد الأصدقاء يقول لي أن اللقطة أيضا اللي عرضت الهدف جاءت في الساعة 12 الدقيقة 12 برنامج، بس نكون دخلنا يوم ثاني. محمد كنت بتقول شيء عن عبد الله العنزي. اي طبعا. لا انا في بعض اللاعبين كان لهم يعني حقيقة طوال المباراة، العنزي حارس النصر، عبد الله العنزي وايضا ابراهيم غالب. نعم. يعني ابراهيم غالب انضم للمنتخب بعد مستويات ايجابية صراحة، لكن وانا لا اود الحديث عن بعض الاسماء، لكن من ضمن الاسماء اللي بارزة ويمكن كابتن سلطان يتفق معي في موضوع عبد الله العنزي وخالد شراحيلي في الهلال من ابرز الحراس هالموسم. خالد انضم للمنتخب، عبد الله يعني ترك عدم انضمامه علامة استفهام حقيقة، لانه من طوال المباريات اللي لعبها النصر الى الان، النصر لعب 14 مباراة، هو الحارس اللي في مستوى واحد وثابت ويقدم أداء متألق صراحة. نتمنى له كل التوفيق. نذهب إلى فاصل، بعده ونعود للجزء الثالث والأخير من برنامج الملعب وفيه نتابع. غضب الأهلي يهدد التعاون. والشباب يرعب الفيصلي.